جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا ميم، أخ من إحدى الدول العربية، ولي عدة أسئلة أريد أن تفتوني فيها جزاكم الله ألف خير، وأريد أن تقدموها لي في وقت مناسب. ثم يسأل ويقول: زوجتي لا تصلي أبدا، وكل ما أقول لها صلي تتناسى وتصلي مرة ومرة عندما أكون معها فقط، افتوني في حالها، جزاكم الله خيرا. لا إسلام ولا دين بدون الصلاة. هذه المرأة التي لا تصلي هذه كافرة، فالواجب عليك إلزامها بالصلاة، فإن تابت وحافظت على الصلاة هي زوجتك، وإن استمرت على ترك الصلاة متعمدة ولم ينفع فيها الأمر والإلزام فالواجب عليك أن تفارقها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالواجب عليك إذا لم تلتزم بالصلاة ولم تتب إلى الله عز وجل واستمرت على ترك الصلاة، الواجب عليك مفارقتها لأنها كافرة وأنت مسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من الرجال وكثير من النساء لا يهتمون بأمر الصلاة. هل من كلمة الشيخ صالح؟ الذين لا يهتمون بأمر الصلاة على خطر عظيم، فإن كانوا لا يرون أنها واجبة وإنما هي من العوائد ومن التقاليد الاجتماعية كما يقول بعضهم، هذا كفر بالله عز وجل. الذي ينكر وجوب الصلاة ولا يرى أنها واجبة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام يعتبر كافرا بالله عز وجل ولو صلى. أما إن كان تهاونهم بالصلاة من باب الكسل وهم يصلون ولكن عندهم تكاسل، فهذا خطر عظيم قد يفضي بهم هذا إلى ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة متعمدا فإنه يكون كافرا، بقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في الحديث الصحيح: من ترك صلاة العصر حبط عمله، أو من فاتته صلاة العصر حبط عمله. فالخطر في تهاون الصلاة خطر عظيم على دين الإسلام، لأن الصلاة هي عمود الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم.